هذا اسمي بيان بلغة الإشارة. بيان تعلمت كيف تنطق اسمها بلغة الإشارة، هذا ما أخبرتنا به في سعادة غامرة، فنتيجة لمخالطتها لأصدقائها من الأطفال الصم وغيرهم، وممارسة فنون متعددة كالرسم والخط العربي في المعرض الثاني لفنون الطفل الذي أقامته الجمعية السعودية للفنون التشكيلية. المعرض هذا طبعا الثاني يقام هذا العام. المعرض يشتمل على عدة ورش، الرسم الحر، الرسم الأطفال، الفئات من 4 سنوات إلى 18 سنة مقسمة إلى عدة ورش، ورش الخط العربي، ورشة الرسم الكاريكاتير، الإضافة إلى فعاليات مصاحبة لهذا العام. مسابقة الأطفال في الفنون التشكيلية والخط العربي تنافس عليها العديد من الأطفال الذين حضروا ورش العمل الفنية التي أقيمت على مدى 4 أيام. رسمت عن البيئة، ما نصرف فيها، رسمت حتى أطفال يلعبون في الحديقة بدون يعني يلعبون وهم مستنسين. ليش يلعبون مستنسين؟ لأن جنودنا البواسل هم اللي حمونا من هذا الشيء. وبدأت بالرسم من يوم عمري 5 سنوات واستمريت لين الحين، وأحاول كل مالي أني أتطور، أرسم يومياً بشكل مرة كبير، وقاعد أحاول أني أشارك بكل المعارض اللي حالياً بس عشان أوصل موهبتي لكل اللي حولي إن شاء الله. ورشة فن التعامل مع الطفل الموهوب وتحليل شخصية الطفل من خلال رسوماته أكثر ما جذب الآباء والأمهات لمعرفة أسرار شخصيات أطفالهم. نتيجة الإقبال اللي وجدناه اكتشفنا مواهب هذا العام ما شاء الله تبارك الله، يعني أطفال يمكن من 3 سنوات يعني يتعلم كيف يمسك الريشة، كيف يمزج الألوان، كيف يقدم عمل، الأفكار اللي موجودة عنده حتى لو كان عمره 3 سنوات ولا 5 سنوات يترجمها على ورق. تهتم هذه الأنشطة بعدة جوانب في نمو الطفل وبتنمية خيال الطفل وإحساسه بالإنجاز وثقته بنفسه ليقدر بذلك قيمة العمل بحيث يكون منتجاً وليس مستهلكاً فقط. للإخبارية طلال الأزهري، الرياض.